صباح الخير على مشاهدينا الكرام، ساعتنا الثانية في هذا الصباح، فقرتنا الحوارية. أول حوار معانا النهاردة، ويبدو إن احنا إن شاء الله يعني داخلين على مناسبات كلها بإذن الله تكون جميلة ومباركة على مصر وعلى أهلها وعلى العالم كله. بكرة إن شاء الله أو النهاردة هنستطلع هلال رمضان، يعني خلال ساعات بإذن الله بنستقبل الشهر الفضيل. يا رب يعيده علينا جميعا وعلى العالم الإسلامي والعربي بكل الخير واليمن والبركات. كمان النهاردة أول جمعة في شهر إبريل هو يوم اليتيم. هذه الاحتفالية المهمة جدا اللي بتمثل يعني الناس اللي ما بتبقاش فاكرة ان معانا مؤسسات بترعى الايتام في المجتمع، المفروض النهاردة بيكون اليوم ده بيكون تذكرة للجميع. الدولة الحقيقة بتقوم بالعديد من الاحتفاليات في مختلف الاماكن العامة والحدائق، الاهرام، مختلف الاماكن العامة من اجل الاحتفال بيوم اليتيم والتوعية باهمية يعني التضامن بشكل اساسي مع سواء مع المؤسسات، مع هذه المؤسسات او مع يعني كل الاطفال محرومين من العائل الاساسي ليهم سواء الاب او الام. مفترض ان احنا كلنا لينا دور معاهم. ايه هو الدور ده اللي هنعرفه من خلال هذا الحوار اللي بتشرفنا فيه دكتوره وسام منير، استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه ومدرس في كليه التربيه الخاصه. اهلا بيك، صباح الخير. صباح الخير حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. طيبه ومشاهدين كلهم طيبين بخير. يا رب. بمناسبه رمضان طبعا، بمناسبه يوم اليتيم، لان ده يوم مهم جدا اعتقد اجتماعيين هنعرف فضل هذا اليوم واهميته وازاي ان احنا يعني نعزز الاحتفال بيه من خلال لقائي بحضرتك. لكن اسمح لنا في البدايه نخرج لتقرير اعدوا لي زملائنا ونرجع على طول لهذا الحوار، خليكم معانا. مع الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام تحل علينا ذكرى يوم اليتيم. تلك الذكرى تعد مناسبة هامة للاهتمام بالأطفال وخاصة الأيتام في محاولة لإدخال السعادة على قلوبهم والتخفيف من أحزانهم. ويعد هذا اليوم مناسبة لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال الذين فقدوا آبائهم في محاولة لتعويضهم عما فقدوه من حب وحنان وعطاء من الوالدين. وتأتي ذكرى يوم اليتيم هذا العام بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه الطاعات ومساعدة الفقراء. ويرى البعض أن المال فقط لا يعتبر وحده من أهم الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان الذي حرم من أهله، وإنما يحتاج إلى الاحتواء والحنان والمعاملة الحسنة من جانب المحيطين به. فلذلك يرى البعض أن يكون لهؤلاء الأطفال الذين فقدوا آبائهم أكثر من يوم وليس يوم واحد فقط لإدخال البهجة والسرور إليهم. فالاهتمام بالأيتام يعتبر واجب ديني، حيث أوصى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بهم ورعايتهم. وارتباطا بذلك يؤكد علماء الدين على أهمية توفير التربية لهؤلاء الأطفال في بيئة صالحة والاعتناء بهم وحمايتهم من المخاطر، مع العمل على تعليمهم حتى يكونوا أفرادا صالحين قادرين على خدمة مجتمعاتهم في المجالات كافة. ويرى البعض ضرورة أن يتحول يوم اليتيم إلى احتفال حقيقي ومشاركة فعالة من قبل المجتمع للتأكيد على أهمية رعاية الأيتام بشكل أكبر وأوسع، حتى يتم دمجهم في المجتمع باعتبارهم جزء مهم من مكوناته. وتحتاج كفالة اليتيم ورعايته إلى تنمية الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئات وتأهيلهم ليصبحوا أياد فاعلة في البناء والتنمية بمجتمعاتهم والاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في خدمة الأوطان. مرة تانية برحب بحضراتكم ودكتور وسام اللي مشرفاني في استوديو هذا الصباح. يعني يوم اليتيم وفقل حسن ان هو يكون يأتي في هذه الايام يعني المباركة اللي الجميع بيسعى لفعل الخير وبيتذكر فعل الخير اكثر من باقي الايام. شايفة ايه بداية، ايه الانعكاسات الايجابية للاحتفال بيوم اليتيم؟ في البداية طبعا خلينا نقول ان احنا النهاردة او العالم كله بيحتفل بالجمعة الاولى من شهر ابريل باليوم اليتيم، وده طبعا بيتزامن مع شهر رمضان. خلينا نقول طبعا احتفالية اليوم اليتيم دي احتفالية مهمة جدا وليها دور مهم وكبير جدا وتأثيره النفسي والاجتماعي كبير جدا جدا على الاطفال الايتام. الاطفال الايتام او احنا اخترنا اليوم ده بالتحديد مجموعة من المتطوعين في احدى المؤسسات الخيرية قرروا او يعني تضامنا مع الاطفال الأيتام
الايتام ان هم عاوزين يخصصوا يوم للاحتفال بيوم اليتيم. هل لازم يكون يوم مخصص محدد فقط في السنه للاحتفال بيوم اليتيم؟ بالتاكيد لا، المفروض احنا اليوم الاطفال الايتام بشكل عام المهم ان احنا نهتم بيهم على مدار السنه، ولكن تم تخصيص هذا اليوم علشان احنا عاوزين نلفت انظار العالم ونلفت انظارنا احنا كمان لوجود هؤلاء الأطفال الأيتام في حياتنا اليومية بشكل عام، وأيضا فايدة ليهم هم كأطفال أيتام أنهم يحسوا بوجودهم معانا كنوع من أنواع الدمج الاجتماعي، لأن للأسف الأطفال الأيتام ممكن يكونوا في إحدى المؤسسات لوحدهم منعزلين حاسين بالوحدة، ما فيش أي نوع من الدمج المجتمعي معاهم خالص، لكن لما نخصص لهم يوم في السنة ده تكريم لهؤلاء الاطفال بشكل كبير جدا من كل مؤسسات ومنظمات الدوله. حتى كمان احنا بنحاول في اليوم ده يعني نحاول نخفف شويه من الاثار النفسيه والسلبيه، الشعور بالوحده، الشعور بالعزله اللي للاسف هؤلاء الاطفال بيحسوا بيه طول ايام السنه، لان طبعا يعني عشان احنا طول الوقت مشغولين برضو في اعمالنا بشكل عام، ممكن ما نركزش ما نفكرش ما نركزش معاهم بشكل كبير، لكن لما احنا شهر ابريل ده كلنا بنشتغل على الفئه دول من اطفال الايتام، اشتغل معاهم في المؤسسات في دار الايتام سواء كانوا في مراحل تعليميه او مراحل قبل التعليميه، لازم اليوم ده يكون يوم مميز في حياه كل طفل يتيم علشان نحاول نخفف شويه من الضغوط النفسيه اللي هو بيمر بيها طول السنه، والحاجه الثانيه كنوع من المشاركه مع والاندماج مع المجتمع بشكل سوي وسليم، ان احنا الاثنين نبقى مع بعض احنا كداعمين ليهم نفسيا معنويا اجتماعيا، وهم كمان يحسوا ان هم مش ناقصهم حاجه او ان المجتمع بينظر اليهم وشايفهم كمان. فكرة ان احنا فاكرينكم ومش مخصصين يوم بس عشان نهتم بيكم، المفروض فعلا الاهتمام يكون على مدار السنة، لكن احنا فاكرينكم في اليوم ده، ده بيتطلب شوية مجهود او بيتطلب افكار ممكن نقول مختلفة شوية، مش بس نستنى ان الدولة هي اللي تنظم هذا الاحتفال. انا كأم وعايزة اخلي ابني او بنتي يبقى عندهم احساس بان في اطفال للاسف فقدوا ذويهم سواء في محيط يعني معرفنا او دور الايتام، ايه اللي ممكن ان انا اعمله علشان افهم ولادي او صغار السن هذا الامر، وازاي ان هم يكونوا حاسين بالمسؤولية تجاههم؟ خلينا نقول ان للاسره طبعا دور مهم وكبير جدا في ان هم ازاي ينموا عند اطفالهم حب وحسن التعامل مع الطفل اليتيم، ده دور مهم جدا وكبير لازم كل اسره مصريه تكون عارفه كويس قوي ان ده دور مهم جدا لازم تقوم بيه. هنقول ازاي؟ من خلال طبعا كل اسره فيها اطفال، من خلال ان الام تزرع عند الاطفال حب الطفل اليتيم، دي نقطه. النقطه الثانيه ان هي تزرع عند الاطفال ان هم يحسنوا الى الطفل اليتيم، ان هم يتعاملوا معاه بشكل سوي وبشكل جميل، ان هم كمان يخصصوا يوم او يعني يوم في الاسبوع او يومين في الشهر او حاجه زي كده، يوم معين في الشهر يبداوا ينزلوا فيه لدار الايتام يحاولوا ان هم يندمج معاهم، يلعبوا معاهم، يقدموا انشطه فنيه معاهم، يحاولوا ان هم يقدموا بعض الحلويات او الحاجات اللي بتتعمل في البيت، او هم نفسهم جوه دار الايتام ممكن يشاركوهم في يعملوا تورته جميله او اي حاجه. ممكن ازاي استفيد من ده نفسيا بشكل ما ياذيش، لان برضو في اطفال شويه ممكن ما يكونش فاهم او مستوعب، بيكون صريح جدا لدرجه انه ممكن يروح يصدم طفل، يعني يقول له احنا جايين عشان انت عندك بابا مثلا. ازاي بقى ممكن يعني ازاي ان انا اخليه يبقى لطيف وكده واوصل له المعلومه بشكل كمان يبقى واعي؟ يعني الام هنا ممكن توجه طفل اللي هو ابنها او بنتها هم رايحين لدار الايتام ان هي تقول له خد بالك ان الطفل ده هو فقد مامته او باباه، ممكن يكون فقد الاثنين مع بعض، فما تفكرهمش بيهم يعني، فحاول على قدر الامكان نتعامل معاه انه طفل طبيعي خالص مش ناقصه اي حاجه خالص، نتعامل معاه ان هو مش اقل مننا في حاجه. الحاجه الثانيه ان الطفل ده محتاج مننا رعايه واهتمام، كمان الطفل اليتيم لو اخطا او عمل اي خطا او اي حاجه وارده زي الطفل عادي يتعاقب، بس قبل العقاب يكون في توجيه وارشاد، لان مشكله الاطفال الايتام طفل فقد مامته وباباه، الام اللي هي مصدر الحنان والحب والدفء، والاب هو مصدر الامان، فالاثنين مع بعض فتجربه قاسيه جدا عليه. فعشان كده احنا محتاجين احنا لما نتعامل مع اطفال الايتام نتعامل معاهم اول حاجه توجيه، نوجههم نعلمهم، يكون في توجيه مستمر واشراف عليهم بشكل دوري على طول معاهم، علشان اي خطا او اي مشكله الطفل يقع فيها نحاول نقومه ونعدل سلوكه، ولكن يكون في توازن في التعامل مع الطفل اليتيم. بمعنى ايه؟ ما يكونش في افراط قوي في العواطف اتجاه الطفل اليتيم، فبشكل يحسسه بنوع من الشفقه
من الاشخاص العاديين اتجاهه، فدي نقطه سلبيه والطفل بيتضايق منها جدا جدا. وفي نفس الوقت ما يكونش فيه نوع من التجاهل، الاثنين يعني تجاهل زي ما بنربي ولادنا عادي، يعني ما بالظبط فيش افراط يكون في في الدلع توازن في ولا المعامله. افراط في القسوه. بالظبط يكون في توازن في المعامله، سواء في العواطف، في الاحاسيس، في المشاعر، في الاحسان للطفل اليتيم، او في العكس لما الطفل يغلط او يعمل اي حاجه، ممكن مره نتجاهل، مره نعاقب، مره نقوم السلوك ونعدله. دايما بشوف ان الموضوع ليه جانبين، يعني مش بس انا لما باخد ولادي واروح دار ايتام فانا بفيد الفقدي اهلهم، لا انا كمان بفيد ولادي او باثر فيهم تربويا. الى اي مدى فعلا مردود هذه العمليه بيعود حتى على اطفال معانا في بيوتنا، ان ادراكهم لقيمه ابوهم وامهم، ادراكهم لقيمه الاسره، او ادراكهم لاهميه الترابط المجتمعي، يعني اكيد ليها دروس مستفاده في بيتنا. هو طبعا خلينا نقول ان الام تاخد اطفالها وبداوا ينزلوا كزياره لاحد دور الايتام، دي تجربه جميله جدا ومؤثره جدا للاطفال اللي هم مع الاب والام، يعني ما فقدوش حد فيهم الحمد لله. فدي تجربه جيده جدا ليهم، بيساعدهم اول حاجه يقدروا قيمه الاسره وقيمه صحيح. وجود الام والاب في حياتهم، لان الانسان ما بيحسش بقيمه الام والاب غير لما لا قدر الله يفقدهم. فدي نقطه مهمه جدا لازم الام والاب يزرعوها دايما عند الاطفال، دي نقطه. النقطة الثانية الحراك الاجتماعي أو المشاركة المجتمعية أو الدمج المجتمعي بين الأطفال العاديين والأطفال ذوي الأيتام، دي نقطة مهمة جدا بين الاثنين، ودي هنا الأم المفروض تشتغل عليها كويس قوي. تبدأ إن الطفل اليتيم يبدأ يتعلم من الطفل اللي هو عايش في أسرته عايش في عادي، أسرته الطبيعية العادية خالص، يبدأوا هما الاثنين يدوا قيم لبعض، قيم إنسانية فيها نوع من التسامح، من الرحمة، من المودة، من الإحساس بقيمة الأسرة والاستقرار المجتمعي. ده قيمة كبيرة جدا عند في الأسرة لازم الطفل يقدرها، لأن كتير من الأطفال بيعملوا مشاكل كتيرة جدا مع الأمهات والآباء، لكن عند فقدان احد بيحس بيفوق ان هو بقى ويقول كارثه. صحيح، ازاي انا ماما بتطلع من حصل كده لها كذا او تعبت او اتضايقت مني. فدي نقط مهمه جدا لازم الام والاب يبداوا يشتغلوا فيها مع اطفالهم لما يبداوا يزوروا دار الايتام. ونقطه كمان مهمه جدا، لازم الام تعمل لفته لطيفه جدا لاولادها وهم رايحين دار الايتام. ما ينفعش ابدا ان احنا يكون في نوع من التنمر للطفل اليتيم، فان احنا نقول له انت يتيم او انت بالظبط. او لطيم، او ان الطفل ده يكون او لقيط. نبدا اللي هو التنمر اللفظي ده على الاطفال الايتام هم ممكن بيبقى يعملوها صعب جدا. الاطفال بحسن نيه، يعني هو مش فاهم، يعني يقول له انا جاي ازورك عشان انت كذا، يعني هو ممكن يعملها بشكل عفوي بس بيبقى ما ليها ده للاسف التوجيه اثر بقى، نفسي ده كبير. التوجيه من الام قبل ما يبداوا في زياره الاطفال الايتام. تبدا الام توجه الاطفال، ما ينفعش انت تتكلم معايا عن مامتك راحت فين او باباك فين او عيلتك مين او الكلام ده كله، دي نقطه لا مهمه جدا لازم الام والاب ياكدوا عليه قبل ما يروحوا الدار. نقطه تانية ان احنا ما نوصمش الطفل باي لفظ او تنمر عليه، سواء في جسده، لان عندنا ايتام معاقين، فدي طبعا في يا حبايبي اصعب مشاكلهم اكبر طبعا. ومشاكلهم اصعب واحاسيسهم واضطراباتهم النفسيه بتكون شديده جدا جدا ومضاعفه للطفل اليتيم العادي اللي هو ما عندوش اعاقات. فلازم ابقى انا قبل ما اروح الدار ابقى انا كأم او كأب ممكن اعمل زياره لوحدي مره ليهم، وابقى عارفه اولادي هيروحوا هيتعاملوا مع مين، هيقعدوا مع مين، الاخصائيه الاجتماعيه او النفسيه يعني يبداوا الاطفال يتعرفوا عليها ويتعاملوا معاها. كل ده بيكسب الطفل قيمة اجتماعية هايلة جدا، وفي نفس الوقت ثواب، ثواب كبير جدا للأم أو الأب إن هم أول حاجة بيحسنوا إلى اليتيم. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الأديان السماوية أكدت على أهمية إن الطفل اليتيم كلنا نهتم به اهتمام كبير جدا، اهتمام مضاعف عن أي طفل تاني. فدي اول حاجه ثواب كبير جدا من ربنا للام او الاب اللي هم هيبداوا يزوروا الاطفال الايتام. الحاجه الثانيه ان هو استقرار المجتمع، احنا صحيح. دلوقتي لو لا قدر الله الاطفال الايتام دول تم تجاهلهم او تهميشهم بشكل كبير جدا، وتم عزلتهم بشكل كبير قوي عننا احنا، طيب المجتمع هيستقر ازاي؟ بالعكس هنا هنلاقي في فجوه كبيره جدا، اضطرابات نفسيه فظيعه والاطفال عندهم دول طبعا. كمان هيكونوا اكثر عرضه لافات المجتمع من الاعتداء الجنسي، وده طبعا احنا سمعنا عنه كتير جدا للأسف. في دار الايتام سواء للبنات او للولاد. الاعضاء اللي هو سرقه اعضائهم، هنلاقي كمان ان هم ممكن انتمائهم لجماعات سهل استقطابهم جدا إجراميا أو إرهابيا أو جدا، غيره. لان هم في امس الحاجه لوجود ناس تهتم بيهم، في امس الحاجه لوجود ناس تحسسهم او تحاول تشبع الاحاسيس اللي هم مفتقدينها طول الوقت. ف
فدي نقطة مهمة جدا لازم الأم والأب ياخدوا بالهم منها. من الأمور اللي بتعجبني جدا فكرة إنك تستضيفي حد من الأيتام، مش الأيتام لازم في بيتك بس، ممكن تاخديه رحلة مع أولادك أو في النادي أو أو في مكان النادي عام في مثلا. مكان عام أو ما إلى ذلك. أعتقد ده كمان بيخليهم يعني احتكاكهم بالمجتمع وإحساسه بالحرية إن هو بره قيود مكان محدد أو كده، ده أعتقد ليه يكون ليه تأثير نفسي. بس إزاي ممكن نعمل ده بشكل سليم؟ هو طبعا هو التأثير النفسي بيكون جميل جدا وقوي جدا، لأن الطفل هنا بيخرج بره الإطار أو الفريم الحدود. بتاعه اللي هو جوه الدار، أو حتة إن الطفل برضه طول الوقت محبوس جوه الدار، الفكرة دي قاتلة بالنسبة له، ودايما طول الوقت ممكن يشعر طول الوقت إن هو تحت قيود، نفس المكان ونفس حتى الغرفة لما بيطلع ونفس رحلة بيطلع رحلة مع مع نفس اخواته في الدار ومع بالظبط. فدي المشرفين. إلى حد ما بتخففش كتير قوي من الآثار السلبية أو النفسية اللي هو بيحس بيها. بس فكرة إن هو يخرج بره الدار فطبعا بتحتاج إجراءات شوية يعني إيه وتوجيهات من اعتقد الدار، دي بتبقى لو هو يعني ما اوريدي بتبقاش انت سهلة إلى الاسره، حد ما. يعني لو هي اسره بالفعل بتروح وبتود وبتزور بيبقى خلاص عارفين ومتابعين وكده، فسهل ان لو هم هم وافقوا في الدار اوريدي ان هم موافقين عليهم يخرجوا مع بقالهم فتره بعض يعني يبقى دي بيعرفوا. حاجه كويسه جدا طبعا، وكمان بتكسب الطفل اليتيم خلاص الخروج بقى للحريه، يتعامل كانه طفل عادي، ممكن كمان يحس ان الام والاب اللي هم اللي رايحين معاه بيعوضوه عن صح، حرمانه هو بالام فرد من الاسره والاب دي يعني بالظبط، ان بيبقى هو جزء منهم لا يتجزأ، وان هم خلاص كلهم يعتبروا اسره واحده، كل واحد فيهم بيحاول يعوضه باللي يقدر عليه، فدي كلها قيم جميله جدا احنا بنحاول ان احنا صحيح. نعملها بالفعل. يمكن انا وانا بسالك دكتور وسام انا بحاول اقترح افكار يعني علشان احنا نعملها يعني في البيت عادي، لو انت النهارده عايز تاخدي ولادك وتخرجي وبتاع سهل انك انت ممكن طب ما تعالوا نغير، بدل ما نروح النادي تعالوا نروح دار ايتام نديهم حاجه حلوه نجيب لهم، لان فعلا المساله مش بس دعم مادي لكن كمان معنوي ونفسي دعم بشكل نفسي كبير جدا. بيفرق جدا على يعني فكره كمان الحقيقه. هنلاقي ان شهر ابريل ده كمان كل المؤسسات وكل الوزارات بتحتفل باليوم ده، مش باليوم ده بس بالتحديد، هنلاقي كمان بيحتفلوا بيه على مدار السنه. وشهر ابريل كمان بالتحديد يعني بشكل مكثف بشكل كبير قوي. هنلاقي ان وزاره التربيه والتعليم كان ليها مبادرات كتيره جدا انا كنت لسه اكلمك للاطفال عنها. الايتام بالظبط، الاطفال الايتام بتعمل معاهم ايه؟ الطفل اليتيم اعفاء من المصاريف الدراسيه، دي نقطه. النقطه الثانيه خصم حوالي 50% من الحصص او دروس المكويات الخاصه بيهم. كمان بيعملوا ليهم جوه المدارس احتفاليه خاصه بيهم، كل مدرسه او كل مؤسسه تعليميه بيتم الاحتفال بيه اليوم اليتيم وتكريمهم ويعملوا لهم حفلات، وهنلاقي الفنانين مثلا لو في مطربين او فنانين بيشاركوا في بيتطوعوا الحفلات بيروحوا صحيح. بالظبط في الحفلات دي، بنلاقي ان فعلا الطفل اليتيم في منتهى الفرحه والبهجه والسعاده، ان الناس ان المجتمع شايفه والناس بتجيله من كل مكان، وحتى جوه المدارس اللي هو المؤسسه التعليميه بتاعته جوه المدرسه هلاقي المدير بيكرمه، هتلاقي مثلا الميس بتاعته صحابه وزمايله في الفصل نفسهم هم كمان يبداوا يقدموا له بعض الهدايا السهله والبسيطه، حتى لو رسومات او حاجات سهله وبسيطه جدا بسيطة ممكن بخصوص يعملوها مع بعض. الهدايا كان عاجبني جدا مبادرة يمكن بعض المدارس بتقوم بيها، واعتقد يعني من الامهات اللي بيتابعونا دلوقتي عارفين ان قبل مثلا قبل اول ابريل باسبوع بيبداوا يسالونا الولاد، نعمل يعني ايه؟ بيجوا لك في البيت مثلا يقول لك مامي انا عايز مثلا لو عندي لعب او عندي هدوم ممكن او فلوس بتبرع بيها في المدرسه، لان بياخدوا وفد منهم بيروحوا لدار الأيتام ايتام يدوهم الهدايا دي. يمكن دي من الامور البسيطه ومهم ان احنا نتكلم فيها عشان نشجع الامهات انها ما تنساش وما تكسلش وما تطنش، ومش لازم تدي لعبه قديمه عندها في البيت يعني ممكن ممكن تنزل تشتري تجيب حاجات بسيطة حاجه يعني، بسيطه. وكمان رمضان دلوقتي كمان، فغير ان هو ثواب يوم اليتيم هو ثواب لرمضان كمان كمان بشكل خاص. الأم طبعا يعني الوعي، الأم صحيح الواعية صحيح. اللي دايما يعني دايما بتقرا دايما مثقفة دايما شايفة بتشوف العالم والدنيا فيها احتفالات ايه، وخصوصا طبعا متابعة كمان مع المدرسة، لأن كده المدرسة بتبعت معها الطفل أو حسب التواصل مع الأم والأب في البيت بيتم التواصل معايا ان احنا هنعمل احتفاليه ليوم اليتيم او زياره لدار ايتام معينه، فطبعا بيبلغوها فانها تبدا تجهز الهدايا اللي هي هتقدمها لاطفال الايتام. طبعا دي لفته جميله جدا من الامهات، وان احنا فعلا لازم نزود الوعي عند الامهات، هي يعني مش منحه منها الام بتقدمها للطفل، ده المفروض هو حق واجب صحيح عليها صحيح، في ان هي ده تقدمه، جزء من لان تربيته. وارد اي طفل يتعرض لهذا الموقف، هو هذا الطفل له سبيل في هذا الموضوع، هو طفل كل يعني هو ربنا خلقه في ان ده هو محروم ممكن فقد برضه امه او ابوه او صحيح. طب الاثنين ما ده مع بعض. يخليني بقى اسالك، لو احنا في نطاق عائلتنا او كده حد فاقد احد يعني فاقد باباه او مامته، الاب احنا ازاي الاطفال الام ممكن ان انا مثلا اخلي ولادي يساعدوه بشكل يعني في شكل لطيف ما فيهوش اي اثر
اثر نفسي، بالذات ان هو ممكن يكون مش محتاج فلوس بقدر ما هو محتاج بس ان يحس ان ليه عيله كبيره. المفروض لو احنا عندنا في الاسره طفل يتيم، هو اكيد طبعا ممكن يكون فقد الاب والام او فقد احدهم يعني. طبعا الطفل التاني بيبدا بنبدا الطرف التاني الاب او حسب الشخص اللي هو فقده، يبدا ان هو ان احنا نحاول نقرب الطفل ده من الاطفال العاديين جوه الاسره او العيله بتاعتنا، ننبه عليهم ان احنا ان هم يتعاملوا معاه بشكل سوي وبشكل طبيعي جدا ما فيهوش اي مشكله. ان الطفل ده لو غلط برضه نحاول ان احنا ما نتعاملش معاه بشكل من القسوه والشده بشكل كبير قوي. هنلاقي ان الطفل ده له حق فيه ان احنا نوجد له بيئه تربويه نفسيه اجتماعيه سليمه بشكل كبير قوي، علشان الطفل ده لو حس او شعر ان اللي حواليه بيمنوا عليه او ان هم بيحسسوه بالدونيه ان هو اقل منهم، طفل هنا بيحصل له اضطرابات نفسيه واجتماعيه وسلوكيه شديده جدا، فبالتالي بتاثر عليه، فبالتالي وكمان بتاثر عليه بعد كده لما بيكبر في السن. انا بشكرك شكرا جزيلا على مجموعه النصايح دي، واتمنى ان احنا نكون قدمنا بعض الافكار اللطيفه يعني اللي نشارك بيها في الاحتفال النهارده في اول جمعه من ابريل يوم اليتيم. بشكر الدكتوره وسام منير استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه والمدرس في كليه التربيه الخاصه. شكرا يا فندم. شكرا ميرسي قوي. شكرا ليكي. ومشاهدينا الكرام مكملين مع حضراتكم، نروح لقراءه لاهم واخر اخبار المال والاعمال مع شيرلوت حمدي، ومن بعد عاصم ابو الغار وحوارنا الثاني وازاي نستقبل شهر رمضان المعظم. كل عام وحضراتكم بألف خير، ابقوا معنا.